بسم الله الرحمن الرحيم. هندرس مع بعض النيورو ساينس وفيجن، ازاي المخ بيقدر يدرك العالم اللي حواليه من خلال الكاميرا اللي هي الاي، والوسيط ما بين العالم والمخ. هنتعرف على مسار الضوء من اول وجوده موجات ضوئيه من حوالينا كتيره بمختلف اطوالها والوانها، وازاي لغايه ما توصل لاعلى درجه من الادراك في القشره المخيه البصريه اللي هي الفيجوال كورتكس، واللي بتعرفنا ازاي احنا ايه اللي احنا شايفينه عباره عن ايه، فاهمينه ازاي. وفي خلال ما بين المرحله الضوء حوالينا لحد البرين في المترجم اللي هي الاي، اللي بتحوله للغه اللي بيفهمها البرين. لان احنا لو اخذنا الموجات الضوئيه بصورتها الحالية وديناها على طول البرين مش هيفهمها، لأنه ما بيفهمش إلا موجات الكهروكيميائية. فإزاي التحويلة من ضوء لكهروكيميائية بتحصل، ده اللي هنعرفه إن شاء الله. بداية عايزين ندرس الـ Nature of Light Waves، وده جزء تخصص في الفيزياء اسمه علم البصريات. كل حاجة بقى للضوء فيزيائيا إحنا يهمنا منها ثلاث خصائص للضوء: الـ Reflection والـ Absorption والريفراكشن، اللي هي الانعكاس والامتصاص والانكسار. بداية الانعكاس، دلوقتي احنا لو دخلنا اوضة ضلمة حتى لو كانت مليانة حاجات كتيرة عمرنا ما هنعرف ايه اللي جواها. ده ليه؟ لانه مفيش ضوء منعكس عليها، احنا ما بنعرفش نشوف حاجة في الضلمة وهنقعد نخبط وكده. فوجود انعكاس الضوء على الشيء وبعد كده انعكاسه تاني علينا على عينينا، هو ده اللي بيمكننا ان احنا نفهم ونشوف الحاجة اللي حوالينا. تاني حاجة الابسوربشن، امتصاص الضوء، ده موجات كمية ممكن يمتصها. مثال على كده، لو احنا عندنا الضوء الاسود، اللون الاسود والابيض، ومثال ما بينهم الازرق، الاسود ده بيمتص كل الموجات الطولية للالوان كلها، فما بنشوفش الا حاجة واحدة، حاجة معتمة اللي هي الاسود. والابيض عكسه بقى بيعكس كل حاجة، فاحنا بنشوفه حاجة نيوترال بدون لون. وفي ما بينهم بقى الالوان اصفر واخضر وازرق مثلا، هنلاقي ان مثلا الازرق بيمتص كل الموجات الضوئيه للالوان الثانيه ويعكس حاجه واحده اللي هي الازرق، وكذلك مع الاخضر وهكذا. ليه ندرس حاجه زي كده؟ لان احنا جوه الاي عندنا اهم حته بقى اللي هي الجزء الوسيط اللي بيعمل التحويله اللي قلنا عليها، اللي هي الريتنا، منطقه في الاي اسمها الريتنا. الريتنا دي عباره عن مكوناتها مليانه من الفوتو، ملايين مئات الملايين من الفوتو ريسبتورز اللي هي مستقبلات ضوئيه. عباره عن ايه دي؟ عباره عن صبغات بيجمنتس لايت سنسيتيف، حساسه جدا للضوء وليها الوان تانية. يعني في الوان كتيره اللي هي الـ يعني تقدر تضرب كل الالوان اللي احنا بنشوفها في الدنيا. فهي بتكون بتعمل امتصاص للضوء وتعكس، يعني هي لو ازرق هتمتص كل الالوان وتعكس اللي ليها بس اللي هو الازرق، فتقدر بيرسيف انه انا ادركت اللون الازرق وهكذا. امتصاص الضوء حاجه مهمه جدا، انه احنا زي ما قلنا الجسم بتاعنا بيفهم كهروكيميائي، فانا لما ادخل موجات ضوئيه كم كده انا كني بدخل لها ضيف جديد اللي هو الضوء، فتعمل تغيير في حركة الجزيئات والعناصر الصوديوم والبوتاسيوم على جدار الخلية. يعني هي بتدخل، فإذا ده فيه ضيف جديد فيلا نقوم بقى، فنلاقي البوتاسيوم الصوديوم يقعد يتحركوا. فدي هي دي الكيمياء، تروح على طول محولها لحاجة كهربية، اللي هي لو أخذتوها في محاضرة الأكشن بوتنشل، الجهد المبذول لجدار الخلية، اللي هو على طول بتعمل بالبريد السريع للبرين نبضات كهربائيه تقول له ان في لايت، في ضوء معين وصل وهكذا. طيب ثالث حاجه الريفراكشن دي حاجه مهمه برضو جدا، اللي هي انكسار الضوء. الضوء لما وصل هو كم، لما بيمر ما بين وسطين في يعني هواء صلب سائل، فكل وسط ليه سرعته فيه. فانت لما بتجيبه من هواء لسائل اكيد هتغير في سرعته وفي اتجاهه. يعني لما احنا دلوقتي هنعرف بعد كده من التركيب التشريحي للعين انه احنا بنشوف الضوء حوالينا في هواء، يجي يدخل العين هيلاقي صلب اللي هي المكونات بتاعتها اصلا،
وهيلاقي سائل كمان سائل موجود ما بين المكونات دي هي تعتبر عايمه فيه، فكل حاجه ليها سرعتها فتنكسر فتحرك اتجاهها وتغير اتجاهها وهكذا عشان في الاخر توصل لنقطه معينه اللي هي الريتم. فنبدا نبرسيف اللايت اللي حوالينا. طيب كل طبعا ما زادت السرعه ما بين لفرق السرعه ما بين الوسطين هواء وسائل هواء وصلب هتغير اتجاه الموجات الضوئيه دي خالص. طيب نبدا ندخل بقى جوه التركيب التشريحي للعين. حاجه سهله جدا، احنا دلوقتي يعني لو بصينا في عينينا في المرايه او في عينين اي حد قدامنا الحاجات اللي احنا بنقدر نشوفها ايه؟ اول حاجه البيوبل انسان العين، وده الجزء الاسمر من العين ويعتبر البوابه للعالم الثاني اللي جوه خالص، يعني حاجه ثانيه خالص. زي ما احنا شايفين هو ده. طبعا البوابة دي ممكن توارب شوية تفتح خالص، يعني كل ده ليه؟ علشان تتحكم في كمية الضوء اللي داخلة جوه العين، ما تبقاش كتيرة قوي فتحرق العين وما تبقاش قليلة قوي فما نقدرش نشوف حاجة، يعني مش هنشوف حاجة اصلا. فالسنسور ده اللي هو يعني تعرف ازاي تحركها كتير او قليل علشان تدخل الكمية المضبوطة فعلا، بيتم بالجزء بقى اللي حواليها اللي هو الايرس الجزء الملون. وده الايرس باعتبارها البواب اللي بيحرس البيوبل فيتحكم فيها يفتحها قوي يقفلها شويه يواربها، عباره عن عضلات صغيره جدا جدا انقباضها وانبساطها اللي هو الكونتراكشن ريلاكسيشن هو اللي بيتحكم في حجم البيوبل. وده ممكن نشوفها هنشوفها بشكل اوضح شويه الايرس عضلات الايرس وبتبان اكتر في ريفلكس ممكن نجربه لوحدنا باي مصدر ضوء صغير كشاف او موبايل انه في حاجه اسمها بيوبلري لايت ريفلكس انه لما بنعمل الضوء بشكل غير مباشر في حدقه العين هنلاقي زي ما احنا شايفين هنا انه حصل كونتراكشن للبيوبل فصغر. هو فحصل نفس الحاجه في العين الثانيه حتى واحنا حاطين حاجز كده هي مش شايفه الضوء ده لانه في نوع من التزامن السينكرونايزيشن ان الاثنين بيحصل لهم نفس الاستجابه حتى لو واحده فيهم ما جالهاش الاستجابه. ثالث حاجه بعد كده الكورنيا دي هي الغلاف الزجاجي الشفاف المحاوط الايريس والبيوبل واحنا مش بنشوفه غرض طبعا الحمايه برضو، وهو من الحاجات اللي هنعرفها بعد كده بتساهم في انكسار الضوء. ومتصل بايه الكورنيا دي؟ متصله بالوايت اوف ذا اي السكليرا بياض العين اللي هو الحائط المتين بقى اللي بيحفظ كل مكونات الاي بون كلها ويحافظ عليها. مغلف بيه حاجه من جوه في ظهر جفن العين احنا مش بنشوفها اللي هي الكونجنكتيفا، بس ممكن نحاول نشوفها ان احنا نوسع عينينا وكده. الكونجنكتيفا دي هي لونها احمر شويه برضو من ضمن حاجات الحمايه وانها تعمل لوبريكيشن انها تسهل حركه الجفن يقفل ويفتح بالسيوله بتاعتها. طيب وفي حاجه كمان الاكسترا اوكولار ماسل اللي هي عضلات العين، دي عضلات خارجيه غير العضلات اللي جوه العين اللي بتعمل الانقباض والانبساط. بتساهم في ايه؟ ان هي زي البابت شو مسرح العرايس المتحركه انه عايز تحرك عينيك يمين شمال فوق تحت هي المسؤوله عن كده. نقدر نشوفها هنا زي ما انتم شايفين هي اللي بتحرك العين مربوطه بالسكليرا من بره. وعندنا حاجه كمان طبعا مش بنشوفها لانها ورا الجزء المرئي وورا الكونجنكتيفا. سادس حاجه بقى الاوبتيك نيرف اللي مجمع كل الاكسونز الخلايا الوصلات العصبيه اللي خلاص بقى اخذنا الموجات الضوئيه وحولناها لكيمياء وكده زي ما احنا هنعرف بعد كده يحولها كلها يعني يجمعها كلها الاكسونز دي ويربطها. ف زي ما انتم شايفين هي دي الاكزون اللي هي كل خليه ليها اكزون الوصله العصبيه الخاصه بيها، هو بقى مجمعهم كلهم في غلاف واحد اسمه الاوبتيك نيرف رايح مباشره على البرين بيمر طبعا بمراحل لغايه ما يوصل للفيجوال كورتكس. من الحاجات كمان اللي فكرنا بيه ان هو بيعدي من تحت حاجه جوه البرين اسمها البيتيوتري جلاند الغده النخاميه.
في قصة في التاريخ ثانية واحدة اللي هي ديفيد اند جولياث، طالوت وجالوت، انه من عرفوها في الساينس دلوقتي تفسير nowadays في الساينس، انه الناس زمان اوكي كان عندهم عملاقة وبفعل التطور احنا صغير حجمنا، بس كان طالوت غير اسفة مش طالوت، طالوت اللي هو سيدنا داود، جالوت كان عنده ضخامة زيادة عن اللزوم، ودي بيرجعوها ان كان عنده مرض العملاقة، زيادة افراز الغدة النخامية لهرمون النمو، فلما زادت هي زي البالونة فضغطت على الحاجات اللي حواليها، من ضمن الحاجات المعدية الاوبتيك نيرف، فخلى عنده شبه بلايندنس عمى، فما كانش قادر يشوف ديفيد داود، فقدر داود ان هو يصوب عليه مباشرة ويقتله. طيب نرجع، ده صورة اوضح كمان لمكونات العين زي ما انتم شايفين، دي الجفن العين، تحتيه الغلاف اللي تحتيه اللي هو مش مرئي اللي هو الكونجنكتيفا، وباين هنا الكورنيا الجزء الخارجي من العين، و زي ما اهو ووراه سائل هو اللي بيغذيه، هنعرف بعد كده سائل بيغذيه عشان هو مش قادر يوصل له البلاد فيسل للتغذيه، وراه بقى كل الحاجات دي سائل شفافه احنا ما نقدرش نشوفها، وراه البيوبل اهو اللي هي معدي بقى وراي الريتنا وكده، والجزء الموف ده اللي هو الايرس اللي بيتحكم في حجم البيوبل، وراه هنعرف بعد كده دي الجزء ده اسمه اللينس اللي هي العدسه اللي بتظبط الفوكس علشان يقع بالظبط على العين على الريتنا. بنظره اكثر بقى دقه وندخل اكتر، دي اللي بيشوفها دكاتره العيون لما يجيله مريض، بيستخدم جهاز اسمه الاوبثالموسكوب، ده بيقدر ان هو يدخل بقى يشوف من مسار البيوبل لحد الريتنا، زي ما شايفين الجهاز اهو، هي دي الصوره اللي بتبان تحتيه، نظره اكتر للريتنا المكون اللي ورا البيوبل. في حاجه اسمها الاوبتيك ديسك، الاوبتيك ديسك ده اللي هو جزء من الريتنا اللي هو الجزء على الشمال ده متجمع فيه البلوت فيسل اللي بتغذيها وبتغذي العين، ومخرج كمان للاوبتيك نيرف، اسمه الجزء ده اسمه الاوبتيك ديسك. طبعا نتيجه كل الحاجات دي اي مكان بيعدي فيه بلوت فيسل بيعمل عتامه للعين ما نقدرش نشوف، فمن رحمه ربنا الحاجات دي كلها متجمعه في مكان واحد الاوبتيك ديسك. ودي ممكن نستوضحها اكتر بتريك صغيرة هنجربها دلوقتي، ان احنا نشوف ايه دي الجزء الاعمى من العين عندنا كلنا وطبيعي ان احنا مش بنشوف في عتامة كاملة اسمه blind retinal region. لو هنجرب دلوقتي احنا عايزين مثلا نشوف الدايرة، فهنغمض عينينا اليمين ونبص لها بعينينا الشمال، هنلاحظ ان الاكس دي العلامة الزائد مش متشافة مكتفية، ده لان الرؤيه الطرفيه للعين الشمال وقعت على العلامه الزائد دي فما قدرتش تشوفها، ولو جربناها بالعكس مع نقفل عينينا الشمال ونبص نبص للاكس بعينينا اليمين هنلاحظ في منطقه ما ان الدايره اختفت، ف ممكن نجربها. طيب ندخل اكتر للريتنا، الريتنا دي زي ما عرفنا ده الاوبتيك ديسك اللي على الشمال، الجزء اللي في المنتصف ده اكثر جزء فيه كواليتي عاليه جدا للرؤيه، ما فيهوش بلوت فيسل معديه خالص، اسمه الميكولا. الميكولا دي مسؤوله عن الرؤيه المركزيه اللي هي عباره عن ايه سنترال فيجن، انه لو افتكروا بقى في الرياضه الرسم البياني المربعين اللي فوق يمين وشمال عندنا، لو اخذنا المحور الصادي واي اخذنا 45 يمين منه 45 شمال، هي دي الرؤية المركزية مننا، الباقي بقى اللي هو ناحية المحور السيني والاكس يعني تحت ويمين وشمال هي دي الرؤية الطرفية peripheral vision. ففي امراض بعد كده بتحصل انه انسان بيقدر يشوف الرؤية المركزية بس مش عارف يشوف الاطراف. عموما ده الجزء الماكولا دي الجزء المسؤول عن الرؤية المركزية، في منتصفه ده منتصف الاي بول بالظبط، حاجة اسمها الفوفيا اللي هي منتصف الايبود.
لو حبينا ناخد مقطع بالطولي من الجنب للعين هنشوف مكوناتها اكتر. زي ما عرفنا الكورنيا، الكورنيا دي زي ما قلنا قبل كده ما فيهاش بلاد فيسل، طيب ازاي هتتغذى وتعيش وانها تقدر تؤدي وظيفتها؟ في سائل وراها بالظبط اسمه الاكواس هيومر، ده مسؤول عن التغذيه وبيساهم كمان كل دي يعني انتقال الضوء من وسط الهواء لغايه السائل ده، والكورنيا اعتبرها حاجه زجاجي ده وسط صلب، كل الحاجات دي بتساهم في انكسار الضوء بس طبعا بدرجه طفيفه مقارنه باللينس اللي احنا هنتكلم عليها بقى. اللينس دي ورا الايريس بالظبط، شفناها في الصوره اللي قبل كده، ليها ليجامنتس او تور ماسكاها تحركها، يعني زي ايه انا بتجي لي زي بعتبرها زي حارس المرمى والجون، انه الجون ده هي دي الريتم، ان المفروض كل الكوره او الضوء يتجمع فيها كله في نقطه واحده. اللينس دي هي حارس المرمى اللي يحرك بقى يمد نفسه قوي او يصغر نفسه، المهم يجيب الموجات الضوئيه يجمعها ويلقطها ويوديها للريتم. طبعا مهمه صعبه قوي وهنعرف انه لو حصل فيها اي ديفكت بسيط دي امراض تانية بقى. في بقى الهيومر اللي هو السائلين اللي حوالين قدام اللينس وراها، ما بين الكورنيا وما بين اللينس زي ما احنا شايفين يمين وشمال اهو، في حاجه اسمها الاكواس هيومر، وما بين اللينس والريتنا بقى العالم التاني ده في حاجه اسمها الفيتروس هيومر، وده مسؤول عن انه يحافظ على العين شكل العين لان زي بالونه لو حطيت جواها سائل، يعني لو شدت من حته هتغير شكلها، لا هو اللي بيحافظ على الضغط الداخلي ليه اهو زي ما احنا شايفين. ده الاكوس هيومر وده الفيتروس هيومر ودي اللينس طبعا ودي الكورنيا ودي الريتنا، ده الجزء بتاع البوفيا والماكلا الكورنيا. زي ما قلنا مش معنى ان اللينس انها هي طبعا اهم جزء في انتصار الضوء للعين وتحويل مساره وتجميع فوكس علشان يوصل على الريتنا، بس هي مش اول جزء يحصل فيه الانتصار، الكورنيا هي اول حاجه. علشان ده بتعمل كل ده ليه؟ يعني وحارس المرمى والجو ده علشان تظبط حاجه اسمها الفوكال ديستنس اللي هي المسافه ما بين انكسار الضوء او اول ما الضوء يقع على العين لحد ما يوصل لنقطه التمركز. تعرفي الموجات الضوئيه دي حاليا في الضوء متوازيه كلها، لو هي فضلت متوازيه كده ومشت زي مسارها عادي وجات على العين ودخلت لغايه الريتنا، الريتنا دي حاجه صغيره جدا فهتاخد يا دوبك شعاع الضوء اللي وصل منها ومش هنعرف ناخد بيرسيفنج صوره كامله. طب ازاي نوصل الحاجه الصغيره جدا جدا دي الموجات الضوئيه والعالم اللي بره ده؟ ان احنا بنعمل انكسار كل ده، اللينس والكورنيا والسوائل اللي جوه العين كل دي بتعمل انكسار كونفرجن علشان تجمع الضوء في مركز واحد اللي هو الريتنا. طبعا ده بيعتمد برضو على المسارين اللي بيتحرك فيهم الضوء اللي هو الهواء والميه والسائل اللي جوه. وعلشان نبسط الصوره اكتر، احنا لو تحت الميه، تحت الميه ايه في البحر مثلا، هتلاقي انت بره بحر ميه وجوه العين ميه، فما حصلش انكسار يسكر للموجات الضوئيه فضلت متوازيه، فالعين ما قدرتش تشوف حاجه. فجرب كده فتح عينيك جوه الميه مش هتشوف اي حاجه، بلورد فيجن. طيب نوصل بقى لللينس. اللينس دي مسؤوله انها تظبط اعتمادا على تغيير في شكلها، تظبط الفوكس زي الكاميرا، تظبط الفوكس اذا كانت الصوره بعيده او قريبه علشان توصل الصوره للريتم. لو الصوره قريبه هي مش هتحتاج تمد نفسها قوي زي حارس المرمى علشان ياخد كل الموجات الضوئيه اللي في الدنيا حواليه دي، فهتظبط نفسها في مكان واحد قدام النير بوينت دي، فهتلم نفسها تبقى سفيريكال. لما الكره تتجمع كده تلمها تبقى سفيريكال. طيب ولو مسافه بعيده بقى هتروح فرده نفسها بتبقى فلات لينس. كل الحاجات دي التغير في شكلها ده، احنا كنا في البيوبل ايه اللي بيغير شكله؟ الايرس. هنا اللينس اللي بيغير شكلها حاجه اسمها السيلياري بودي اهو، هو ده شكله تحت الميكروسكوب. على فكره ده سكاننج الكترون مايكروسكوب بس هما ملونينه، فبس هو ده فعلا شكلها في الحقيقه يعني بدقه متناهيه. بالظبط كده، الديستنس فوكس اهي ماشيه شعاع متوازي
يحصل له انكسار جاي من بعيد في فوق هنا جاي من بعيد، فحصل له انكسار في العدسة واسعة ايه فلات لينس، فعملت له كونفرجنس على الريتم. لو المسار اقرب سنة او جاي كأنه مصباح قريب، حصل انها مصدر قريب اوكي، فمش هتحتاج انها تمد نفسها قوي زي فوق في الفار بوينت، وهتبقى سفيريكال عشان تنزلها على الريتم.